رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي. في مستهل الجلسة هنأ مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بمناسبة منح سموه درع التسامح من الاتحاد العالمي للسلام والمحبة. ونيابة عن المجلس فقد أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عن اعتزاز المجلس بهذا التقدير الذي يتوج جهود وعطاءات سموه في الحقل الإنساني بترسيخ وإرساء دعائم قيم السلام والتسامح والتقارب بين الشعوب بمختلف مكوناتها الدينية وخلفياتها الثقافية ونبذ النزاعات والكراهية ومخاطر التطرف والإرهاب. ورأى المجلس أن هذا التكريم المستحق يزيد من رصيد مملكة البحرين ومكانتها المتميزة في التنوع والتعايش والتعددية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى. وبمناسبة ذكرى اليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية فقد رفع مجلس الوزراء خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وإلى الشعب السعودي الشقيق. وأشاد المجلس بالمنجزات التنموية والحضارية وبالتطور الشامل الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات وبالنهضة المباركة التي تعيشها بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين. وأكد المجلس أن العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية متجذرة وضاربة في أعماق التاريخ وتزداد رسوخا وثباتا في ظل قيادتي البلدين الشقيقين، متمنيا المجلس للمملكة العربية السعودية مزيدا من الرقي والازدهار والنمو في ظل قيادتها الحكيمة. وفيما يختص بالشأن الخدمي للمواطنين فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان إلى تلبية احتياجات أهالي قرية القرية من الخدمات الإسكانية من خلال مشروع إسكاني واستيفاء طلبات الأهالي فيها ضمن مشروع المدينة الشمالية، فيما وجه سمو أيضا وزارة الإسكان إلى الإسراع في تلبية طلبات أهالي قرية عسكر من الخدمات الإسكانية. بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر بشأنها ما يلي. أولا، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تذليل كافة المعوقات التي تؤخر تنفيذ المشاريع الحكومية ووضع الحلول التي تقلل من الآثار السلبية لهذه المعوقات على نسبة إنجاز المشاريع. وأثنى سمو على الدور الذي تطلع به في هذا الصدد اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة وأعضائها من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية فيما يختص بالمشاريع الاستراتيجية والتنموية التي تنفذها الحكومة والمرصودة لتلك المشاريع التي تتوافق وبرنامج عمل الحكومة. واطلع المجلس ضمن هذا السياق على تقرير قدمه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بما حققته اللجنة وما اتخذته من قرارات خلال 100 اجتماع واجتماع واحد عقدته اللجنة خلال الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو 2017 في سبيل تحقيق الأهداف المحددة لها في قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن تشكيل اللجان الوزارية وتحديد اختصاصاتها. ثانيا، وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم كلية البحرين التقنية البوليتكنيك بحيث يتكون هيكلها التنظيمي من رئيس تنفيذي ونائبين للرئيس التنفيذي أحدهما للشؤون الأكاديمية والآخر للموارد والمعلومات يتبع كل منهما 3 إدارات بالإضافة إلى إدارة للجودة والقياس يتبع الرئيس التنفيذي مباشرة وذلك على النحو الذي أوصى به ديوان الخدمة المدنية في المذكر
التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الخدمة المدنية. ثالثا، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الاستمرار في وضع الحوافز والبرامج التي تشجع أصحاب العمل على توظيف العمالة الوطنية، بما يجعل البحريني هو الخيار الأمثل في عملية التوظيف. كما وجه سمو إلى المزيد من البرامج للعاطلين لجعلهم أكثر تأهيلا لسوق العمل، وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في دعم وتشجيع فرص التدريب والتوظيف النوعية ذات القيمة المضافة للبحرينيين في القطاع الخاص. وضمن هذا السياق، فقد وقف المجلس على أهم المؤشرات الرئيسة في سوق العمل التي سجلت خلال النصف الأول من عام 2017، والتي تضمنتها المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية. من أهمها استقرار نسبة البطالة عند 4.2%، فيما بلغ حجم العمالة الكلية حوالي 764 ألف عامل، بالإضافة إلى استحواذ القطاع الخاص على 65% من إجمالي العمالة الوطنية. ووفقا للمؤشرات، فقد تم توظيف 11 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2017، بينما استفاد حوالي 3500 مواطن من البرامج التدريبية التي تم طرحها. وأظهرت المؤشرات أن متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص قد زادت بنسبة 3.6%، حيث وصل متوسط الأجور 407 دنانير في القطاع الخاص، فيما يبلغ متوسط الأجور في القطاع الحكومي حوالي 691 دينار. رابعا، بحث مجلس الوزراء مقترحا يدعم الاستثمار الأجنبي في البلاد ويحفز الشركات العالمية على الاستثمار في بعض الأنشطة التجارية وفقا لمعايير واشتراطات محددة. وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بدراسة هذا المقترح مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك تقديرا لدور الغرفة باعتبارها جهة ذات علاقة واختصاص بالمقترح. أنف البيان. خامسا، أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية 4 مشاريع بقوانين أعدت في ضوء اقتراحات بقوانين مقدمة من مجلس النواب، وقرر إشفاع كل منها بمذكرة برأي الحكومة بشأنه. وهذه المشاريع بقوانين هي: مشروع قانون بتعديل المادة 43 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة الدفاع البحرين والأمن العام والصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل المادة 77 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة 31 من القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.